السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم طلاب الصف الثاني من مدرسة وروضة البيت العتيق الإسلامية. كيف حالكم يا أحبائي؟ أدعو الله تعالى أن تكونوا بخير. هيا يا أحبائي، افتحوا كتابكم صفحة 70 على تدريب أكتبوا. التدريب الأول، اقرأ الجمل الآتية منتبها إلى طريقة كتابة تنوين الفتح في الكلمات الملونة. وقبل البدء بقراءة هذه الجمل، أريد أن أذكركم يا صغار بأن هناك حروف قوية، وهي التاء المربوطة بشكليها، والألف المقصورة، والهمزة التي سبقت بألف. وهذه قوية لأنها يوضع التنوين مباشرة عليها، أما باقي الحروف فنضيف لها ألفا، كما في الجملة الأولى: بنى خليل بيتا. انظر إلى الكلمة الملونة بيتا، لقد تم وضع تنوين الفتح على التاء بعد إضافة الألف. أيضا كما في الجملة الثانية: اشترى إبراهيم دفترا. كلمة دفتر نهايتها حرف ضعيف وهو الراء، لذلك ضفنا لها ألفا ثم وضعنا التنوين على الحرف الضعيف. أما في الجملتان التاليتان: قرأت حفصة قصة. انظر إلى كلمة قصة، لقد وضعنا التنوين مباشرة على التاء المربوطة لأن التاء المربوطة حرف قوي. كما في الجملة التالية: زرعت مريم شجرة. شجرة انظر إلى نهايتها تاء مربوطة منفردة، هذه التاء وضعنا عليها التنوين مباشرة لأنها من الأحرف القوية. وقد قمت بكتابة هذه الحروف التي يوضع عليها التنوين مباشرة كما هو موضح أمامكم. أضيف تنوين الفتح إلى الكلمات الآتية واكتبها: مصباح، انظر إلى نهايتها حرف الحاء، وحرف الحاء هو حرف ضعيف يحتاج إلى ألف لتصبح مصباحا. مدرسة، نهايتها تاء مربوطة، والتاء المربوطة من الأحرف القوية، لذلك يوضع عليها التنوين مباشرة لتصبح مدرسة. كلمة مقعد تحتاج إلى ألف، وذلك لأن حرف الدال هو حرف ضعيف، فنضع ألف ونضع تنوين الفتح مباشرة على حرف الدال. كرة، كلمة كرة نهايتها تاء منفردة، هذه التاء المنفردة من ضمن الحروف التي نضع عليها التنوين مباشرة، لذلك تصبح كرة. أستخرج من درس القراءة الكلمات التي تنتهي بتنوين الفتح واكتبها. هيا يا صغيري، عد إلى درس توماس أديسون لنستخرج الكلمات التي انتهت بتنوين الفتح وكتابتها. وكما هو موضح أمامكم، لقد عدت إلى الدرس وكتبت لكم هذه الكلمات: مرضا، شديدا، عملية، جراحية. افتح كتابك يا صديقي إلى صفحة 71 لنكتب الجملتان بخط جميل بعد قراءتهما. الجملة الأولى: أجرى أديسون أكثر من 99 تجربة. هيا يا صغيري، قم بكتابة هذه الجملة مرتان، ويجب عليك أن تراعي رسم الحروف أثناء الكتابة، ولا تنسى كما هو موضح أمامكم كتابة الحروف جيدا برسمها الصحيح كما هو موضح أمامكم، فقد قمت بوضع تحت هذه الحروف خط. أما الجملة الثانية: نجح أديسون في صنع المصباح الكهربائي. هيا يا صغار، قوموا بكتابة هذه الجملة مرتان برسم الحروف الصحيح، ولا تنسى أيضا كتابة الحروف بشكل الصحيح التي تحتها خط.
يا أبطال، افتحوا كتابكم صفحة 72، احفظوا، سأطرح عليكم سؤالا. اذكروا لي بعض المهن التي يعمل بها أفراد المجتمع. ممتاز حداد أيضا. خباز أحسنتم أيضا. نجار رائعين. وحديثنا اليوم عن النجار. سأطرح أيضا سؤالا آخر، من هو النجار؟ رائعين، النجار هو من يصنع لنا من الخشب أدوات وأثاث مثل الأبواب والخزانات وطاولات وكراسي وغيرها. سأقرأ الآن النشيد. عمي منصور النجار يضحك في يده المنشار، قلت لعمي عندي لعبة اصنع لي بيتا للعبة، هز الرأس وقال أنا أهوى الأطفال. بعد قليل رحت إليه، شيء حلو بين يديه، سواه عمي منصور أحلى من بيت العصفور. عمي منصور النجار يبدع في يده المنشار. هيا يا صغار، ما اسم النجار في هذه الأنشودة؟ رائع، إنه منصور. سؤال آخر، ماذا يريد أن يصنع لنا؟ أحسنتم، يريد أن يصنع بيتا للعبة. هل يحب منصور الأطفال؟ نعم، إنه يهواهم. ماذا استخدم عمي منصور لصنع بيت اللعبة؟ ممتاز، لقد استخدم المنشار. سؤال أخير، هل أتقن عمي منصور في صنع بيت للعبة؟ نعم، وسواه أجمل من بيت العصفور. لقد قمت بكتابة معاني بعض الكلمات كما هو موضح لكم على الكتاب، فهيا ننشد معا يا صغار. عمي منصور النجار يضحك في يده المنشار، قلت لعمي عندي لعبة اصنع لي بيتا للعبة، هز الرأس وقال أنا أهوى الأطفال. بعد قليل رحت إليه، شيء حلو بين يديه، سواه عمي منصور أحلى من بيت العصفور. عمي منصور النجار يبدع في يده المنشار. انتبه يا صغيري إلى معاني الكلمات الواردة في النشيد. فنجار معناها صاحب مهنة، هزة معناها حركة، أما معنى كلمة أهوى أحب، ومعنى كلمة حلو جميل، أما معنى كلمة سواه صنعه، والمعنى الأخير ليبدع يتقن. وهكذا يا صغار أكون قد انتهيت من تدريبات درسنا توماس أديسون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي منصور النجار يضحك في يده المنشار. عمي
لنبدأ حل النشاط والوارد في صفحة 73. النشاط الأول: ابحث يا أميري وأميرتي في الإنترنت بمساعدة والديك عن عالم من العلماء العرب والمسلمين وإنجازاته، واكتبه في دفترك. أما النشاط الثاني، فألون المصباح الذي يوجد فيه كلمة منونة بتنوين الفتح، ثم اكتب الكلمة في الفراغ. لننتقل الآن إلى الكلمات الواردة في المصباحين: شمسا، ظلام. كلمة شمسا تحتوي على تنوين فتح، أما كلمة ظلام فتحتوي على تنوين ضم. فقم الآن يا صغيري بتلوين المصباح الذي يحتوي على تنوين فتح، ثم اكتبه في الفراغ ولا تنسى الحركات. أما المصابيح التالية فتحتوي على كلمة مصباح تجربة. الكلمة التي تحتوي على تنوين فتح هي: أين هي يا صغار؟ أحسنتم، تجربة. هيا لون المصباح باللون الأصفر واكتب هذه الكلمة بالفراغ. لننتقل الآن إلى المصابيح الأخيرة. المصباح الأول يوجد فيه كلمة اجتهادا، وهذه الكلمة تحتوي على تنوين فتح. هيا قم بتلوينها ثم اكتب هذه الكلمة بالفراغ. أما كلمة ضوء فتحتوي على تنوين كسر، فاتركها.